للمزيد حول هذا الموضوع يسرني أن ينضم إلي السيد نبراس محمد طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. أرحب بك أستاذ نبراس في نشرة أخبار الثالثة. بداية، ماذا يمثل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالنسبة لمملكة البحرين بشكل خاص ولدول العالم بشكل عام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يعد مناسبة دولية مهمة تحرص مملكة البحرين على مشاركة المجتمع الدولي في الاحتفال بها، بالأخص أنها تعتبر محطة تبين مدى الاهتمام والتعاون الدولي في مجال التصدي لهذه الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. هذه المناسبة تعطينا فرصة لتكثيف الجهود التوعوية لجميع أطراف العمل وأيضا كافة أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على الممارسات غير القانونية في سوق العمل اللي قد تتخذ أشكال متعددة من ابتزاز أو استغلال وصولا إلى الاتجار بالأشخاص، واللي قد يكون بعض الأفراد يمارسونها دون معرفة. نعم أستاذ نبراس، كيف تساهم مملكة البحرين في دعم مختلف الجهود الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص؟ حققت مملكة البحرين على مدى السنوات الماضية مجموعة من الإنجازات فيما يتعلق بتطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وهذا بفضل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة لحضرة جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه، وتوجيهات ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه. فتم طرح العديد من المبادرات والارتقاء بالمرتكزات الأساسية المتمثلة في الوقاية، الحماية، التحقيق والمقاضاة، والشراكات، بالإضافة إلى العمل المؤسسي المتكامل للجهات الحكومية. وهذا الشيء خلى المملكة تكسب ثقة دولية كبيرة ترجمت بتحقيقها الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالاتجار الأشخاص. ودعما لهذه الجهود، البحرين منفتحة أمام تقديم خلاصة تجربتها إلى كافة الدول الراغبة في الاستفادة منها والارتقاء بجهودها. نعم. السيد نبراس محمد طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كل الشكر لك.